بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم ولدينا وسائر المسلمين من النار برحمته وفضله وكرمه وجوده. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب السعي على المسكين. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. تقريبا هذا الحديث مشابه للذي قبله، وإن كان ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا عن كلاهما عن أبي هريرة، ولكن من طريقين مختلفين. فهذه الطريق طريق مالك رحمه الله تعالى التي يرويها عنه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ثور بن يزيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه، خلاف الطريق الأول. فقال فيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي، عرفنا معنى الساعي بالأمس، الذي يسعى على هؤلاء الذين سيذكرون، يسعى عليهم بمعنى لتوفير حاجياتهم وجعلهم في وضعية الكفاف على الأقل. فالساعي على الأرملة، وعرفنا أن الأرملة هي من توفي زوجها، كما أن من توفيت زوجته تسمى أرمل. نعم. قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. عرفنا المسكين وبيان حده بالأمس، عرفنا ذلك بالأمس، وقلنا أن المسكين من يعدم واحد من خمسة أشياء، وأحرى إن عدم منها أكثر من واحد، إن عدمها كلها أو جلها أو أكثر من واحد. وكلما كان فقده لهذه الأشياء التي ذكرنا أنها هي المعيار أكثر، تكون درجة فقره أشد وعوزه أشد. قال: نعم، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أي مثله في الأجر مثل المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، الذي يشهر سيفه في وجه أعداء الله عز وجل، فلا فرق بينه وبينه في الأجر. وثم قال أيضا، أي القعنبي رحمه الله تعالى شك في هذه اللفظة، ولكن غيره رواها هكذا، قال: وكالقائم لا يفتر، أي الذي يقوم الليل لا يفتر من القيام طيلة ليله وهو قائم. نعم. وكالصائم لا يفتر، وأجره أيضا مثل أجر الصائم الذي يصوم الزمان، يصوم الدهر. مع أن الحديث هنا وإن كان ظاهره يدل على أن الإنسان يصوم الليل كاملا ويقوم الليل كاملا ويصوم النهار كله دائما، فليس هذا المراد، وذلك أن أحاديث أخرى جاءت وبينت أنه لا ينبغي لأحد أن يكون ديدنه أنه يقوم الليل دائما كل الليل، فهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أولئك النفر النشطاء الذين يريدون أن يتعبدوا، فقال أحدهم: أقوم ولا أنام. قال: لا، بل أنا أقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فمن الرغوب عن السنة أن يظن الإنسان أن بإمكانه أن يقوم الليل كله مدى الدهر، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل صم بل نم وقم، وصم وافطر. كذلك نفس الشيء، من يظن أنه من السنة أن يسرد الصيام طيلة الدهر، كل يوم هو صائم، يقال له: جانبت الصواب وخالفت السنة.
لم تصب، وإنما الصيام أفضله صيام داود عليه السلام، تصوم يوم وتفطر يوم، أو تصوم 3 أيام من كل شهر، أو تصوم 2 والخميس وهكذا. أما أن تسرد الصيام تباعا بحيث لا تفطر مطلقا فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: ومن رغب عن سنتي فليس مني، نسأل الله العافية. المهم هنا بيّن في هذا الحديث أن هذا الإنسان الذي يسعى على هؤلاء المساكين أو يسعى على هذه الأرملة ونحو ذلك ويوفر لهم حاجياتهم ويغنيهم عن السؤال ويسد فقرهم ونحو هذا، فإنه في الأجر كالمجاهد الذي يأخذ السلاح ويقف في نحر أعداء الله، لا يقل عنه درجة في الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى، وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، نعم، من حيث الأجر يعني. ثم قال رحمه الله تعالى: باب رحمة الناس والبهائم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، هذا الصحابي الشاب الذي جاء متأخر، يعني إسلامه متأخر نوعا ما، أسلم في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزمه في المدينة لمدة 20 يوما. صحابي مدة صحبته يعني الملازمة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. نقل بعض الأحاديث اليسيرة في خلال هذه المدة، حفظ ما شاء الله أحاديث ليست بكثيرة، وحدث بها بإتقان، وكان من بين ما ذكر في حديثه في بعض أحاديثه أنه ذكر مسألة جلسة الاستراحة، قال بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ كيفية صلاته، وأنه رآه إذا كان في وتر من صلاته، ما هو الوتر؟ يعني الركعة الأولى والثالثة، هذا تسمى الوتر، لا يقوم لا ينهض حتى يستوي جالس، يجلس قليلا. هذه الجلسة التي اصطلح الفقهاء فيما بعد على تسميتها جلسة الاستراحة، هذه يرويها مالك بن الحويرث في حديث صحيح البخاري. الحديث صحيح والمشهد بالفعل وقع كما حدث به مالك، ولكن ندرة الأحاديث الدالة على جلسة الاستراحة وعلى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها تدل على أنه لم يكن من دأبه دائما، وإنما فعلها نادرا فصادف وجود مالك، وإلا لو كان مما يفعله دائما لنقله الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وليس 20 يوم فقط، وما ذكروها، فهذا معناه وقعت نادرا، ربما لعلة، ربما احتاج الجلوس فجلس، ربما كان يعاني، ربما كان يشتكي إلى غير ذلك، فرأى فصادف ذلك وجود مالك بن الحويرث فحدث به، فهو إذن فعله بالفعل يقينا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن هل داوم عليها أم لا، هذا هو محل النقاش، والأرجح أنه لم يداوم عليها، وإنما شيء لظرف معين رآه هذا الصحابي وحدث به. المهم أنه رضي الله عنه وأرضاه، أي مالك بن الحويرث هنا قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، مجموعة من الشبان متقاربين في العمر، جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرنا إليه في المدينة واستقرينا عنده بالمدينة لمدة 20 يوما نتعلم شيئا من دين الله تبارك وتعالى. قال: فظن، أي ففطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اشتياقهم لأهلهم، أنهم صاروا يحبون أن يعودوا إلى أهلهم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سألهم عمن تركوا عن أحوال أهلهم وكذا وعرف كل ذلك، قال ومالك ما زال يتحدث عنه عن النبي عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان رفيقا رحيما، وفي بعض النسخ وكان رقيقا، أي يرق ويحن ويشفق، ورحيما،
وهذه الرحمة وصفه الله تبارك وتعالى بها في كتابه العزيز، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. من صفاته صلى الله عليه وسلم الرحمة بالمؤمنين. فبين ذلك مالك بن الحويرث أن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يتلطف بهؤلاء الشبان ويسألهم عن أحوالهم وعن أحوال أهلهم ومن خلفوا وراءهم ومدى احتياجهم إلى العودة إلى بلدانهم. فلما عرف ذلك من حالهم قال: ارجعوا إلى أهليكم واستقروا يعني فيهم، فعلموهم، علموهم القدر الذي علمتم. ففي هذا دلالة على أن الإنسان إذا علم ولو قليل ولكن هذا القليل عرفه بإتقان يمكنه أن يعلمه لغيره. لا يشترط للمعلم أن يكون يعلم كل شيء، المهم هذه المسألة التي تريد أن تعلمها تعلمها، تعلمها قطعية معرفة حقيقية حتى تكون على بينة، لأن من سبيل من شروط الداعية أن يكون على بينة في دعوته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد أن تكون على بصيرة فيما تدعو إليه. فلما عرف أنهم أتقنوا شيئا من أمور الصلاة وكذا قال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، علموهم هذا القدر الذي عرفتم، وصلوا ولتكن صلاتكم كما رأيتموني أصلي. صلوا ليس كما شئتم وليس كما تمليه عليكم نفوسكم، وإنما كما رأيتموه صلى الله عليه وسلم يصلي. هكذا هي العبادة توقيفية، لا يصح منها شيء إلا على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكنك أن تصلي كما تشاء، وإنما تصلي كما نقل إليك النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى أمام الصحابة ونقل إلينا الصحابة كيفية صلاته. صلوا كما رأيتموني أصلي. فمعنى هذا أن صلاة تخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها، لأنه عمل على غير ما عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد في الصلاة أن تكون على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحدث فيها، لا تنقص منها ولا تزيد من فيها. نعم، ولا تدخل فيها عقلك ولا رأيك ولا استحسانك، ولا تقول هذا حسن وهذا لا يضر وهذا زيادة خير. لا، الخير في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أي على النحو الذي رأيتموني وبالصفة التي رأيتموني بها أصلي. كبروا حيث رأيتموني أكبر، ارفعوا حيث رأيتموني أرفع، جلسوا حيث رأيتموني، وهكذا. نعم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هو يوصيهم، يوصي هؤلاء الشبان المغادرين المسافرين العائدين إلى بلادهم، أنه إذا حانت الصلاة فليؤذن لهم أحدهم، أي أن لا يصلوا من غير أذان، لأن سنة الجماعة أن تؤذن، وسنة المسافر الذي في أرض فلات ولو كان وحده أن يؤذن، وسنة الحواضر أي المدن أن يؤذن في مساجدها. في المدن يكون الأذان في المساجد، في السفر تؤذن ولو كنت وحدك. نعم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، ثم يتقدم للإمام الأكبر منكم. هنا لماذا لم يقل لهم الأقرأ منكم ولا الأعلم منكم بالسنة ولا شيء ولا الأقدم هجرة؟ لماذا؟ لأنهم أصلا جاءوا في آن واحد، علمهم متساوي تقريبا، هم جاءوا مع بعض ورجعوا مع بعض، وأعمارهم متقاربة شيئا ما، فالأكبر لم يذهب لهم هنا إلى الأقرأ كما هو في بقية الأحاديث. بقية الأحاديث ماذا تقول؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولكن هؤلاء بما أنهم في العلم في درجة واحدة، لأن مدة لزومهم للنبي صلى الله عليه وسلم نفس المدة، كلهم بقوا معه صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فإذا علمهم تقريبا متقارب، يبقى العمر هناك تفاوت يسير، فقال الأكبر منكم يتقدم. إذن الترتيب إذا كنا جماعة، يا أمنا أقرأنا للقرآن، وأقرأنا للقرآن ليس الأحفظ وإنما الأعلم بالقرآن، ليس الحفظ، لو كان الحفظ لكانت إمامة الصحابة لمن؟ لمعاذ بن جبل ولأبي بن كعب ولزيد بن ثابت، هؤلاء هم حفاظ القرآن،
ولكن هناك من هو أعلم منهم بالقرآن، وليس الحفظ وإنما العلم بالقرآن حقيقة، معنى القرآن، تفسير القرآن، أسباب نزول القرآن، هذا هو العلم. فالأقرأ هنا المراد به هذا، فيأمهم أقرأهم، القوم يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. نعم. قال ثم ليؤمكم أكبركم. محل الشاهد من هذا الحديث الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله تعالى الحديث في هذا الباب قول مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وكان رفيقا رحيما، وقلنا في بعض ألفاظ هذا الحديث أو في بعض طرقه وكان رقيقا، أي عنده الرقة في فؤاده، رقة الفؤاد هي المرادة. لذا قال صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن لما جاءوا قال جاءكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمنية، أرق الناس أفئدة محل الشاهد. فقال وكان رقيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، أي رفيقا بمن معه. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجرا. هذا الحديث مشهور ومتداول على الألسن، كثيرا ما نسمع المدرسين والوعاظ والخطباء يذكرونه نظرا لما فيه من الفوائد، أن من كان قبلنا يتحدث لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار بعض الأمم السالفة، فقال أنه كان في من قبلنا رجل كان يمشي بالطريق فأصابه العطش واشتد به العطش جدا حتى إذا أتى بئر ونزل فيه وشرب منه في داخل البئر ثم خرج، فلما خرج فإذا بكلب يلهث من شدة العطش، هذا اللهاث يصاب به الكلب يشتد كلما اشتد عطشه، ودفعه العطش أن صار يأكل الثرى، تراب المبلولة قليلا التي فيها أثر الندى يأكلها من شدة العطش. فالرجل قال لعل هذا الكلب بلغ به أمر العطش وشدته ما بلغ بي، وهو كان قبل قليل عطشان في وضعية حرجة، فعاد ونزل في البئر مرة أخرى ونزع خفه وملأه ماء وحمله بفيه، كونه يحتاج إلى يديه يستعمل يديه في الخروج، حتى خرج وسقى به الكلب فشكر الله سبحانه وتعالى له، أي شكر له فعله هذا، شكر له سعيه هذا ومبادرته هذه لإنقاذ بهيمة، فغفر له نتيجة فعله، لأن الإنسان أحيانا قد يعمل عملا يراه بسيط ولكن ذلك العمل يكون سببا لدخوله الجنة، يكون سببا لرفع درجاته، كما أنه قد يقول الكلمة يراها بسيطة ثم تكون سببا لعلو مقامه ورفعته في الجنان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة، وقد يقول أيضا الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم، نسأل الله العافية. فإذا هذا عمل بسيط ولكنه كانت نتيجته عظيمة، كانت نتيجته أن شكر الله سعي هذا العبد وغفر له، فإذا غفر الله له أدخله جنته حتما. نعم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة تساءلوا وإن لنا في البهائم أجرا، هذه البهائم بل ومن أخص هذه البهائم أكرمكم الله الكلب، كيف يكون فيه أجر؟ قال نعم في كل ذات كبد رطبة أجرا، كل ما معلوم أنه لا يوجد حيوان إلا وله كبد، فما دامت له كبد
رطبة أي مبلولة تحتاج دائما أن تبقى مبلولة، فإن فيه صدقة، فيه أجرا. إذا تصدقت على بهيمة تجزى، إذا تصدقت على حيوان أيا كان نوعه تجزى، كما أنك تجزى إذا تصدقت على إنسان. ولكن معلوم أنه عند الحاجة تقدم حاجة الإنسان على ما سواه، ولكن هذا كله لا يعفيك من حق هذه البهيمة. نعم. فكانت نتيجة هذا أن غفر له وأدخل الجنة بسبب هذا العمل. فهنا نجد أن هذه التي تسمى الآن منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان وكذا وكذا، هذه سبقناها إلى هذا الأمر بكثير، سبقها الإسلام إلى هذا بكثير. الآن هي منظمات تأتينا من الغرب حديثة كذا، وجمعيات حفاظ حقوق الحيوان وكذا. حقوق الحيوان مضمونة في الإسلام. هذا كلب أكرمكم الله دخل به الجنة، وأخرى دخلت النار بهر ربطتها، هرة ربطتها فلم تتركها تأكل ولا لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بها النار. شوف، هذا دخل الجنة بسبب هذه المعاملة، والأخرى دخلت النار بسبب هذه المعاملة، وامرأة أخرى مومسة دخلت الجنة بأنها سقط أيضا كلبا، وهكذا. فإذا هذه في الحقيقة التي يريدون أن يتشدقوا بها الآن ويريدوا أن يتبجحوا بها سبقهم إليها الإسلام وبقرون كثيرة. يبقى ماذا؟ العيب فينا معاشر المسلمين وليس في الإسلام. الإسلام دين كامل تام لا ينقصه شيء، وإنما النقص فينا نحن الأتباع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. هذا الأعرابي جاءت حديثه متعددة، والأصح أنه نفس الشخص هذا هو الذي بال في المسجد، بال في زاوية المسجد، في طرف من المسجد. هكذا هم الأعراب، لا يعرفون الكثير من الأمور، تخفى عليهم لأنهم يعيشون في البوادي، يعيشون بشكل انفرادي، تخفى عليهم أمور كثيرة. وهذا الخفاء الذي يخفى عليهم من أمور الناس جعل الأئمة حتى لا يحبذون إمامة الأعرابي. مالك رحمه الله تعالى كان يكره إمامة الأعرابي ولو ذكرا درس كذا عربي ولو ذكر درس ولو درس لا يحب إمامته، لأنه تخفى عليه أمور كثيرة من أمور الآداب والأخلاق والمروءة التي يكتسبها الناس من خلال الاحتكاك ببعضهم في المدن. أما في الأرياف والبوادي وكذا هذه الأمور منعدمة، كما يعرف في خيمته ينحرف فقط أكرمكم الله ويقضي حاجته، فظن المسجد مثل ذلك، ولاهم ظهره فقط في زاوية المسجد وبال، فهرع إليه الناس وزجروه وأرادوا أن يلحقوا به الأذى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه اتركوه اتركوا الرجل حتى قضى. فناداه وقال: إن هذه المساجد إنما هي للصلاة وذكر الله ولا تصلح لشيء من هذا، وأمره بذنوب من ماء، أي أن يملأ دلوا من ماء ويأتي به وأن يسكبه على أثر فعلته تلك فيطهرها به. فبين له وبرفق وبلطف حتى لا يكون في نفسه شيء، فصار يصلي ويقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا معي، ولا ترحم معنا أحد. خلاص لا نوية، ما كان لاش حد ثاني معي شاركنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، ضيقت شيئا واسعا، رحمة الله واسعة، لماذا تجعلها لي ولك فقط وبقية الناس تريد أن تستثنيهم وتحذفهم منها؟ لا ينبغي. ورحمتي وسعت كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى. نعم. المهم أن الرجل لما رأى من عطف النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزه وصبره وكذا جعله هذا يقول هذا الكلام. نعم. وبعضهم قال أن هذا القول أصلا كان قبل الواقع، ولكن ظاهر الحال الصياغ يدل على أنها كانت بعدها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا وعن عامر قال: سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي هكذا ينبغي أن يرى علي، هذه هي الحالة التي ينبغي أن يرى عليها المسلمون، ينبغي أن تكون حالهم هي هذه، بحيث أنهم يتراحمون فيما بينهم، ولأنهم يد على من سواهم، ولأنهم في حالة يسعى بذمتهم أدناهم. قال تراهم في تراحم، أي ينبغي أن يكونوا هكذا. وتوادهم، أي المودة التي تجري بينهم، وتعاطفهم ببعضهم، عطفهم بعضهم على بعض كمثل الجسد، كما أن الجسد إذا شكى منه عضو أو حس منه عضو لا يبقى عضو آخر إلا ويشعر ويحس بما يحس به ذلك العضو الثاني، ويتداعى الجميع ويعاني الجميع ويسهر الجميع، يعني جميع الجسد. فكذلك ينبغي أن يكون حال المسلمين، بحيث أنهم ينبغي أن يشعر كل واحد منهم بمعاناة أخيه، ويشعر بضيقه، ويشعر بمآسيه وأتراحه، ويواسيه فيها قدر المستطاع. أما إذا بقي المسلمون في حالة ما في الحالة التي يكون فيها كل رأسي رأسي ونفسي نفسي فقط، فهذا معناه قلة الإيمان وضعفه ونقصانه فيهم، لأنه ما دام الإيمان موجود سيبقى عندهم هذا الإحساس بالبعض، فكلما قل الإيمان ابتعدوا عن بعضهم، وابتعادهم عن بعضهم وعدم مبالاتهم بأمور بعضهم دلالة وعلامة على نقصان الإيمان عندهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. ما من مسلم غرس غرسا، بغض النظر عن نوعية هذا الغرس وبغض النظر عن ما أراد به، إلا ويكون كل ما انتفع به، انتفعت به بهيمة، انتفع به طير، انتفع به إنسان، فإنك يجري لك الأجر على حسب انتفاع ذلك المنتفع. تغرس وأنت وتريد الثمرة وتريد الاستثمار وتريد النتيجة لنفسك، ومع هذا تجري عليك الحسنات رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما تغذى منه ذي كبد جرى لك الأجر بسبب ذلك. فلذا ينبغي أصلاً أن تكون نيتك في هذا كله حسنة، استحضر النية يتضاعف لك الأجر، الأجر حاصل في كل الأحوال، وإذا حضرت النية تضاعف الأجر بإذن الله تبارك وتعالى رحمة من الله بك، فأجرى لك أجراً لم تقصده أصلاً، جرى لك أجر وأنت تقصد شيئاً آخر، أنت تريد الثمرة كي تنتفع بها لنفسك، فانتفع معك بها من لا يمكن أو ما لا يمكن أن تحول بينه وبين الانتفاع، كالطير، جاء طير ونزل على هذه الثمرة وأخذ منها الشيء اليسير، جرت لك صدقة، حسنات تجري عليك ولم تردها أصلا، فما عليك إلا أن تحسن النية. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال: سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث مر بنا من قبل: من لا يرحم خلق الله لا يرحمه الخالق سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. تريد أن تحل بك رحمة الله فارحم خلق الله، خلق الله مطلقا، من إنسان يعني من إنسان وحيوان وكذا بهيم، كل ذلك مطلق خلق الله تبارك وتعالى، لتكن لهم في قلبك رحمة، فرحمتك تلك بهم تكون سببا لنيل رحمات الله تبارك وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن، مفهومه أن غير الراحمين لا تحل بهم رحمة الله. يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء، مفهومه أنك إن لم ترحم من في الأرض لا يرحمك من في السماء الذي هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا.
نعم. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. الوصاة كالوصاية، أي باب الوصاية بالجار، كما تقول الوصاية تقول الوصاة بالجار. وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال هنا عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، وهو من أقرانه، فهذا من رواية الأقران عن بعضهم. أبو بكر هذا شيخ يحيى بن سعيد في هذا الحديث، ولكنه في الحقيقة من ترب له من أقرانه، وهو من رواية الأقران التي تسمى التدبيج عند أهل الحديث. عن عمرة التي هي أم أبو بكر، هذا عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي أم أبي بكر، ويروي هنا عن أمه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل. في بعض ألفاظ هذا الحديث: ما زال جبريل يوصيني، تقديم والتأخير لا يضر، معنى هو بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اختلط على بعض الناس هذا الأمر، فظنوا أن الجار قد ورث في فترة معينة، وفي الحقيقة أن هذا التوارث لم يحصل، إنما الذي حصل من التوارث في بداية الإسلام هو ذلك الذي كان نتيجة التآخي بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار كانت نتيجتها في البداية أنهما يتوارثان، أما الجار فلا. والجار هنا المراد الجار الذي ذكرته الآية، الجار الذي ذكرته الآية، وهي الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قالوا على هذه المراحل، فتارة يكون الجار غير مسلم فهذا له حق الجوار فقط، وتارة يكون مسلم فله حق الجوار والإسلام، وتارة يكون مسلما جارا مسلما قريب من الأقارب، بينك وبين القرابة نسب أو رحم أو نحو ذلك، فهذا له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة التي هي الرحيم، تتضاعف الحقوق. نعم. وتارة يكون أصلا نوع من الجوار المؤقت الذي هو الطريق والصاحب بالجنب، هذا الذي يلازمك في الطريق فقط، يجمعك معه سفر، يجمعك معه مهمة، يجمعك معه عمل، هذا أيضا نوع آخر. ففي كل الأحوال يسمى هذا الجار، ولكن كلما كانت الرابطة أكثر يزداد الحق. فالذي هو في المرتبة الثالثة، أي قريب من أقاربك بينك وبينه رحيم، ومسلم بينك وبينه أخوة الإسلام، وجار بينك وبينه هذه الحقوق الثلاثة، أكثر من الذي بينك وبينه حقين، وهذا الذي بينك وبينه اثنان أكثر من الذي بينك وبينه واحد، وهكذا. نعم. يوصيه به ويحثه عليه ويؤكد عليه في الوصية، حتى تبادر إلى ذهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يجعل له حظا في الميراث، يجعله وارث كما يرث الأقارب، من شدة توكيده على أمره. والجوار هنا دائما قلنا الجوار الذي هو القرب مكان، لأن هناك جوار آخر في اللغة العربية لا يراد به هذا، يقال فلان في جوار فلان، بمعنى أجرته جعلته في جوارك، فصار في مأمن لا يصله إلا من وصلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذا نوع آخر من الجوار، وليس هو المراد هنا، نوع آخر من الجوار يكون الإنسان في جوارك، أي في أمانك، يدخل البلد ويقول: أنا في جوار فلان، فيقول فلان: لا يمكن أن يصل هذا الذي في جواري إلا ما وصلني،
وليس معناه عندئذ يكون جار بالجنب، وإنما هنا الكلام على جار الجنب. نعم. ثم قال: فهذا الجار له حقوق متميزة، له حقوق خاصة راعاها الإسلام وأولاها عناية خاصة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، كما سيأتي. فإيمانه ناقص، ولا يؤمن ولا يكون مؤمنا من لا يأمنه جاره، ليس بمعنى ليس مؤمن بالكلية، ولكن معناه ليس بمؤمن كامل الإيمان. قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى غلب على ظني أنه سيكون له حظ من الميراث كما للأقارب حظ من الميراث. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن أي ليس بمؤمن كامل الإيمان، الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذه البوائق سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: لا يؤمن حتى يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: ظلمه وغشمه، هذه هي بوائقه. والبوائق كالموبقات، والموبقات المهلكات، أي من لا يأمن جاره منه هذه المهلكات، هذه الآثام. إذا لم يكن جارك في مأمن منك، فمن الذي يمكن أن يأمنك؟ فلست بمؤمن كامل الإيمان، لا شك أن في إيمانك نقصا، فحاول أن تتمم النقص، لأن النقص إذا بقي قد يتفاقم، ويبدأ الإيمان يتقلص شيئا فشيئا، حتى لا يبقى معك منه ربما إلا مثقال ذرة، قد لا ينعدم بالكلية عن الموحد، ولكنه يتقلص، لأن الإيمان كما هو معلوم أهله فيه متفاوتون، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذا النقصان خطر على الإنسان، لأنك قد يتلاشى شيئا فشيئا حتى لا يكاد يبقى معك منه شيء، فإذا بك تغادر أحيانا الدنيا ولم يبقى معك من الإيمان إلا القدر الذي تضمنه لك لا إله إلا الله. فلا شك أن هذا صاحبه في خطر عظيم. فلذا قال: الذي لا يأمن جاره بوائق، الذي لا يكون جاره مؤتمن منه 100%، فإنه في إيمانه خطر، في إيمانه نقص، في إيمانه شيء، عليه أن يراجع ويصحح ويجبر الخلل. قال رحمه: فإذن فهذا معنى هذا الكلام، أن الذي يكون جاره مثلا لا يأمن متى تأتيه من جهته مبيقة، متى تأتيه من جهته مصيبة، متى تأتيه من جهته مشكلة، أنت في عملك أو في سفرك وتخشى على أهلك من جارك، فهذا جار لا تؤمن بوائقه، مع أن الأول الذي كان ينبغي أن يكون هو ماذا؟ أنك حينما تغادر تقول: أهلي في مأمن لكونهم في رعاية جاري فلان وجاري فلان وجاري فلان، جيراني لن يتركوا شيئا يحل بهم إلا ما لا يمكنهم رده. فهذا هو الجار المثالي، وهذا هو الجار المطلوب الذي ينبغي أن يكون حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما وأنت لا تبالي به وأحرى، ليس فقط لا تبالي، قد تأتيه المصائب من جهتك، فأنت ممن لم يأمن جاره بوائقا، نسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى: تابعه شبابة وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسد وعثمان بن عمر وأبو بكر عن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي نفس السند، ورد من طرق متعددة بألفاظ متقاربة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد،
هو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. لا تحقرن جارة أن تنفع جارتها وتصلها ولو بالشيء التافه اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ومع ذلك إذا كان من باب المودة ومن باب الهدية ومن باب الصلة فإنه قد يرفع صاحبه إلى عليين، مع كونه يراه الإنسان شيئا تافها شيئا لا قيمة له بالكلية. فلذا قال: لا تحقرن من المعروف شيئا قل أو كثر، لأنك لا تدري ما هو العمل الذي يرفعك الله به، ولا تدري ما هو العمل الذي ينجيك الله به من النار. نعم، فقال: لا تحقرن جارة لجارتها. بعضهم قال معناه: لا تحقر أن توصل لها ولو يسير تنفعها به. وبعضهم قال الأخرى هي المخاطبة بها، بمعنى: وإذا جاءتك المودة من جارتك ولو يسير فلا تحقريها وترديها، بل اقبليها ولو كانت تافهة يسيرة. والمعنيان متجهان، لا تحقر هذه الواصلة ولا تحقر تلك الموصولة به، بمعنى هذه تريد أن تصل صاحبتها بشيء يسير، فلا ينبغي أن تقول هذا يسير لا ينفع فلماذا أعطيه إياه. والأخرى أيضا لا ينبغي أن تقول هذا فقط الذي جئتيني به، هذا التافه رديه لا حاجة لي به. لا تحقره هذه ولا تلك، لا الدافعة ولا المستلمة. فالمعنيان كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى متجهان وكلاهما صواب، وبأيهما فسرت الحديث كان تفسيرك له صوابا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا وإن خوطب هنا النساء فالمخاطب الجميع في الحقيقة، إلا أن أمر الجوار هذا خاصة تؤججه النساء، إما تصلحه فتجري المودة وتأخذ المياه مجاريها كما يقال، وإما أيضا تفسده فيضمحل، لأن كثير من مشاكل الجيران إنما تنتج عما يأتي ما يكون وراءه النساء غالبا، النساء ثم الأطفال وهكذا، هذا هو أغلب المشاكل تأتي من هذه الجهة. فمن أجل هذا حرص صلى الله عليه وسلم على تخصيصهن بالمخاطبة، فقال: يا نساء المسلمات، ولم يقل يا نساء مطلقا، بل خاطبهن بصفة الإسلام، وخاطبكن نظرا للرابط الذي هو الإسلام، نظرا لهذا العامل الحيوي في حياتك الذي هو الإسلام، فأخاطبك به بناء عليه. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني ما أمكنها أن تصلها به من المعروف فلتفعل بغض النظر عن الكثرة والقلة. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.